تنعكس مياه شواطئها الصخرية والرملية لتعلمك بأن ما قد خلته بطاقة بريدية هو صورة حقيقية لمدينة تونسية. آسرة هي تلك اللؤلؤة المكنونة في أحضان الجبال الشمالية والرمال الذهبية. هي ليست مجرد رقم أو موقع على الخارطة فحسب، بل هي فصل مثير في حكاية أرض. ولاية بنزرت، ضفة المرجان، فينيسيا الشرق ومدينة الجلاء، أقصى نقطة في شمال القارة الإفريقية، مخزون تاريخي وطبيعي استثنائي ورافد مهم للتنمية، وهو ما يؤهلها لتبوؤ مكانة مميزة على الخارطة السياحية والاقتصادية للبلاد. لكن واقع الحال يقبع على طرف نقيض هذه الانتظارات، يقول أهالي الجهة. عاصمة الجلاء بنزرت مع الأسف اسم كبير لكن مش ماخذ حظ في كل مجالات. راهو كي احنا لهنا كعبة ديامونت فيها برشا نقائص بالطبيعة، أما زادة فيها برشا حاجات باهية، فيها موارد تنموية، فيها المعامل. ماهمش لاهيين بها بالكل بصراحة، من تيران 15 أكتوبر، من المارينا، مصباح سياحي، عام كامل ما ترى شيء. وبرا شوفها تو 15 أكتوبر تولي عالم آخر، والوهم يصلحوش عام كامل، هما يزرعوا النوار هو يروح الرئيس منه ومن حيوه. بنزرت ناقصة برشا حاجات في التنمية، في الاقتصاد، في برشا حاجات، سياحة، لابلاش شوف كيفاش حالها يبكي، مارينا واقفة، مدينة الجلاء تستحق تكون خير من توا برشا برشا. إشكاليات ونقائص لم ينفي والي بنزرت سمير عبد اللهوي وجودها، مرجعا ذلك بالأساس لصراعات سياسية ضيقة وتعطيلات إدارية. بنزرت عاصمة الجلاء ما يمكنش وما يسمحش لأي إنسان وأي وطني وأي مواطن تونسي وأي مسؤول في الدولة التونسية أنه باش يخلي بنزرت تعيش وفق هذه المعطيات وهذه البنية التحتية اللي للأمانة احترقت. عدة نواقص، عدنا عدة مشاريع معطلة، منها القنطرة، منها الماترنيتي، منها الملعب الرياضي والمسبح، ومشروع الغاز الطبيعي، وأسباب ممكن في إطار صراعات سياسية ضيقة حزبوية ضيقة، وأيضا هذا بالإضافة إلى البيروقراطية الإدارية. وأكد والي بنزرت الانطلاق في عدد من المشاريع المعطلة بالتنسيق مع الوزارات المعنية. عدنا 4 مشاريع تقريبا بدينا بصدد الإنجاز، لازمنا نسرع ولازمنا نخلق مشاريع جديدة. اليوم مش نحاولوا نسعى الناس كل طبعا بالتنسيق مع كل الإدارات ومع كل الوزارات إن باش نعاودوا دراسات. سعي وعمل على تحسين واقع يؤمل أن يتغير نحو الأفضل حتى تكون مدينة الجلاء ماضيا وحاضرا مشرقاً.